ديربي مغاربي خالص سيجمع حامل اللقب المغرب ونظيره الليبي، والصراع سيكون على أشده لحسم بطاقة العبور إلى المشهد الختامي. النخبة المغربية وبعد الأداء الرائع في الدور الأول بثلاثة انتصارات تسعى إلى تأكيد السيطرة القارية. التفاؤل يطبع المجموعة المغربية التي لا تشكو من أي إصابات تذكر. أما المدرب هشام الدقيق فاشتغل على كافة الجوانب التقنية والتكتيكية والنفسية أملا في العبور وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم. نستمع لهشام الدقيق. المباراة فيها 2x20 يقدروا يفاجئوك، وهذه هي المسألة اللي تنخدموا عليها، كيفاش نكونوا في وضعية ديال فافوري، كيفاش نتعاملوا مع هذه النوعية المباراة. ليبيا تبارك الله راه سبقتنا فاش خدات كوب دافريك، كان غادي ناخذوا المباراة بجدية اللازمة باش ما تكون حتى شي مفاجأة إن شاء الله. من جهة ثانية وبخصوص الحضور الجماهيري، فقد نفذت كل تذاكر المربع الذهبي بعد ساعات من طرحها للبيع، والجمهور المغربي متفائل قبل ضربة البداية. نحاولوا نفوزوا في هذه المقابلة اللي كونتر ليبيا، وان شاء الله احنا خدينا التذاكر ديالنا باش نساندوا الفريق ديالنا المنتخب ديالنا باش نكونوا معاهم في جميع المقابلات ونساندوهم في كل شيء ان شاء الله. جيت من جديدة باش نساند المنتخب الوطني، وان شاء الله غادي تكون شي نتيجة مزيانة في هذه المباراة القادمة ان شاء الله باذن الله. نشير الى ان مباراة المغرب وليبيا تنطلق بداية من الساعة 8 مساء، وفي 17:00 نصف النهائي الثاني يجمع بين المنتخب المصري ونظيره الأنغولية. لإذاعة ميديا وديع حتي الرباط.